مرحبا بكم ايتما تستمع سكرات لايك سكر من اشتراك هذه ردون سكات الرسوم على الصدر دون شرح ماني كسر التعلم الرسوم في الجيج مدى. السلام عليكم اصدقائي هزول في اللون ما كان دي كان بخير وكل شيء مزيان. اليوم سنشرح لكم هذا الابليكاسيون لصناعة الرسوم المتحركة وهو اسمه بلوتاغون ستوري. بلوتاغون ستوري تقوم بتحميله في البلاي ستور او في اي مكان. اذا تشارجيت هو اسمه بلوتاغون ستوري اختي تعدل الرسوم ثم تضغط على اوبن تفتح البرنامج كي نشرح الموضوع تنتظره قليلا. هنا اذا هنا لدينا كريت فيديو سوف تجد هنا فارغ بطبيعة الحال تضغط على كريت فيديو لبدء انشاء فيديو. اذا انا تكشمت صغير تدريتي كريت فيديو باش تبدو تعدل مثلا كان الرسوم. هنا تضغط على المشهد سين تضغط على كلمة سين وتكون المشهد بعد ذلك يمكنك تغير بالضغط هنا اسم المشهد تضغط هنا ويعطيك هنا المشاهد تختار المشهد الذي تريد ان تبدأ فيه الرسوم المتحركة. اذا غير دوك فلاس كليكي دارك الشمس تختار المشهد اللي تريد او الخلفية اللي تريد تيلي غمس نتا المشهد اللي فرت تعدلت الرسوم يعني خصك تفكرت من مشهد ديسك. اذا هنا تختار المشهد عندك في البداية فري يعني هذه المشاهد هي المجانية هناك الكثير من المشاهد يعني يمكنك ان تصنع رسومات متحركة فقط بهذه المشاهد الموجودة عندك هنا فالكثير من المشاهد المجانية. اما الاخرى التي على هذه السلة فهي تشتريها اذا كنت تحتاجها بطبيعة الحال. المهم نختار واحد مثلا من المشاهد هذا المشهد عندما تختار المشهد بعد ذلك تأتي الى اضافة الممثلين. دوك اخترت المشهد غير سكرت غير اغلي غير استكت الممثلين استكت الرسومات اللي تريد تجي سوال. اذا نضغط على نو اكتر هنا يمكنك الاختيار هذا الكاركتر هذه الشخصية هناك شخصيات مجانية ولديك ايضا يمكنك انشاء شخصيتك الخاصة هنا بالضغط على كريت كاركتر انشاء شخصية زرت تعدلت كي شخصية نسيختو درتي زائدات تعدلت كي شخصية كي خاص زي سيميك. اذا غير اذا تختارت ما تريد الشخصية اللي تحتاجات كي طبيعة الحال تفرغت ولا فرغ يا اختي تقدر سوقيت. المهم هنا تختار يعني البشرة المهم هنا تضع له الشعر انا استكت الشعر تكتس المسطاش تكتس كلشي نادريت. ملابس ايضا التي فيها السلة دائما هي التي تحتاج الشراء سليف لا سليف لا الكروسان يعني اختي لنس الفلوس اما اختي تقنط فابور اختي اللي كان اختي نغير لي فابور هو اذا سكت تنضر لا والو سكرت العلامة في خطة. اذا كنت لا تريد ان تلغي شيئا ما تضغط على هذه العلامة عندما تنتهي من الشخصية ستجدها هنا بطبيعة الحال تضغط عليها ها هو يظهر الان في المشهد. هنا لدينا ممثل اسمه غونزالو هذا اسمه غونزالو كان يمكن ان تضع له اسم ايضا. اذا هنا تختار اين سيقف هذا انا هذه الشخصية اين ستقف اين سيكون يقول لك مثلا بيد ليفت بيد رايت يعني تريد ان يكون في يمين الفراش في يسار الفراش عند الباب او في الوسط. وهنا ناتي الى في هذه الخانة الثانية هنا للتحدث يمكنك ان تكتب ماذا تريد ان يقول الضغط على علامة الميكروفون هنا للتحدث مثلا اذا ضغطت على علامة الميكروفون سأسجل صوتي وسيتحدث بصوتي while using this. السلام عليكم الزولاي تما ماني كانتي كان مرحبا نيس في الجيج كلشي مزيان كلشي بخير ثم نسجل ايضا الزرام البلا ما كيكا. لدينا اشياء اخرى يمكن اضافتها هنا لديك ايضا هنا خاصية لكن كتلي حاجة تضني غير خطو درتي خطة لي نحتمل الميكروفون العلامات هذه العلامة الموجودة قرب الميكروفون ضغطت عليها هكذا. لديك البيتش هذه البيتش ما معناها هي تغيير الصوت مثلا اذا قمت بزيادة هذا البيتش الى الاخر سوف يتغير
ستتغير نبرة الصوت إذا كنت مثلا لا تريد أن يتعرف الناس على صوتك مثلا. ننتقل للمرحلة التالية الأكثر أهمية هي الضغط هنا على علامة هذه العلامة. يقول لك هنا كي تضيف مشهد، كي تضيف مشهد آخر، مشهد ثاني للفيديو الخاص بك، كي تضيف مشهد يقول لك يمكنك الاشتراك ولكن لديك أيضا فرصة وهي أن تشاهد الإعلان، تشاهد مثلا الإعلان فيعطيك مشهد مجانا، يعطيك مشهد مجانا مقابل مشاهدة الإعلان. فتضغط على واتش ناو، فحين تشاهد الإعلان سيعطيك إضافة لمشهد ثاني. وهذا هنا تكمن المشكلة، أنه ستحتاج ربما الأنترنت كي تستطيع أن تشاهد الإعلان ويضيف لك مشهد ثاني وكي تعمل عليه. اذا ما تحتاج ديال الانترنت باش هذاك باش الدركي لي المشهد ويسي مشى تزرت تفرجت تحمست الاشهار هذوك انا قست تفرجت راك كان المشهد ويسين باش تتلذذ. مثلا المشهد ويسين هاتي انت ديري السين هاتي السين الغيره راك تختار المشهد ويسين. اذا ما كنا مثلا نختار المشهد ويسين حبيب مثلا نسكر اكتر، اذا نختار مثلا غواز نتاني تاع غاز ما يوش كاد سوى الزنيق، يوش كاد سوى الزنيق هذا غير واخا ان غير نكون الا درنا غونزالو الا هو الزنيق اما غير غتلوح هو السين ماني كنذكر. اذا لاضافه مثلا شخصيه ثانيه ماذا سافعل؟ ضغط هنا على نو اكتور، نو اكتور ساضيف واحد اخر هو مثلا سكوت، ساضيف سكوت ها هو. اذا ها هو يعني مقابل له، يعني حتى كي تريد اذا كنت تريد مثلا تغير شخصيه فتضغط على اسمها فقط هنا مثلا غونزالو، ها هي غونزالو ها هو سكوت غونزالو. اعدادات غونزالو الموجوده بالاسفل اسفل الاسم اذا ضغطت عليها يقول لك اين تريد، هنا تختار يعني عندك خيارات. اذا اخترت مثلا بنش هنا سيتغير مكانه، ها هو جالس في الطرف الاخر من الشارع. اذا ضغطت مثلا على كورنر هو يقف بعيد قليلا عن سكوت. اذا هو تختار اين تريد ان يقف ان تقف الشخصية، وانا ذاك ايضا هنا خيار كي يقف الشخصية قرب هذا المكان. ثم لديك سكوت كذلك اعداد سكوت، اين تريد لسكوت ان يقف مثلا. هنا يقوم فقط بانشاء شخصيتين فقط في كل مشهد، اما كي تضيف شخصيتين ثلاث شخصيات اربع شخصيات واكثر فيمكنك استعمال طريقه يستعملها طبعا الناس الذين يحبون انشاء ارز متحركه. اذا كيف يفعلون هذا؟ يقومون بانشاء مثلا شخصيتين فيديو فيه شخصيتين، ثم ينشئ فيديو اخر فيه شخصيه ثالثه او فيه شخصيتين اخريتين اذا كان يريد ان ينشئ اربع شخصيات، ويذهب إلى كاب كات أو برامج أو برامج المونتاج فيقوم بتجميع هذه الفيديوهات في فيديو واحد. مثلا في كاب كات لدينا شيء اسمه ماسك، الماسك هذا خاصية الماسك هذه تسمح لك بإدخال الفيديو في فيديو آخر مثل إنشاء شخصيتين مثلا لنفسك في فيديو واحد نفس الطريقة. وأيضا لتقريب المشاهد وتعديلها بشكل أفضل بالكاميرا والتلعب بالكاميرا في الكاب كات، هذا سيجعلك تصمم رسوم أكثر احترافية بهذه الطريقة وبشكل مجاني. أيضا لدينا شيء أيضا مهم جدا وهو تحريك الكاميرا. تحريك الكاميرا تضغط هنا على علامة الكاميرا، فهنا لديك هنا إعدادات الكاميرا، إذا ضغطت عليها لديك عدة يعني عدة الخيارات للكاميرا، مثلا تحرك الكاميرا لليمين لليسار للأمام للوراء أو استبلش شوت شوتين يعني لقطة متوقفة. مثلا هنا لدينا مين بوكس، كما ترى هنا تحركت الكاميرا عند الشخصية. مثلا هنا بعد أن تختار نوع تحريك الكاميرا لديك أيضا هنا إمكانيات اختيار، هل تريد هكذا، هل تريد هكذا يعني الكاميرا هكذا بهذه الطريقة، أو تريد الكاميرا بهذه الطريقة، أو تريد الكاميرا بهذه الطريقة، وكذلك هنا هل تريد الكاميرا بهذه الطريقة. في نفس الشيء إذا وضعت الكاميرا بهذه الطريقة لديك أيضا خيارات أخرى للكاميرا.
تقوم مثلا بإلغاء الشخصية، تريد أن يعني تحيد الشخصية الظالمة شاد من كانت سكرت. إذا كي تقوم بإزالة شخصية من المشهد تضغط على اسمها مثلا هنا، تضغط هنا على نو كاركتر، وهنا سيختفي من المشهد. إذا هنا تضع الاسم، عندما تضغط على أ تضع الاسم هذه الشخصية. إذا هنا لدينا شيء أيضا مهم جدا، مثلا هنا تضغط على علامة هذه مع علامة الكلام هنا مثلا. في البداية يكون الأمر بهذا الشكل، لذلك هنا في هذه الخيارات ناتيورال، في هذه الخيارات هنا لديك يعني العديد من يسمونها التعبيرات، تعبير الوجه مثلا، تعبيره عندما يقول مثلا شكرا هيا تانكيو، عندما سوربرايز يعني متفاجئ، يعني هنا تقوم بوضع رد الفعل، رد الفعل عندما يتكلم. الخامسة، الأيقونة الخامسة للتقريب، مثلا هنا أنا يقوم قمت بتقريب الشخصية هكذا أو تبعيد هكذا بهذه الطريقة. أيضا نفترض أنه أنت ليست لديك أنترنت وتريد أن تقوم بإنشاء رسوم متحركة من هذا البرنامج بدون إعلانات وبدون يعني بدون أنترنت وبدون أي شيء، إذا ماذا عليك أن تفعل؟ عليك أن تقوم بإنشاء مشهد مقابل يعني وراء مشهد، يعني تعمل على كل مشهد مشهد واحد فقط عندما تنشئه، وتقوم بتحميل لديك بالأعلى لتحميل المشهد، تقوم بتحميل المشهد ثم تعمل على المشهد الثاني، تقوم أيضا بتحميله وأيضا تعمل على المشهد الثالث وتقوم بتحميله، وهكذا تجمع كل هذه المشاهد في برامج المونتاج مثل الكاب كوت أو كين ماستر إلى غير ذلك، وهكذا يكون عندك مجموعة من المشاهد تقوم بالتعديل عليها أكثر وتعطيها الموسيقى والكتابة في المونتاج، وهكذا تكون قد قمت بإنشاء رسوم متحركة بدون أنترنت، بدون حاجة إلى الأنترنت، فقط من هاتفك وبمنزلك. تضغط عليها ثم تضغط سيف فيديو، export with subtitle without subtitle. إذا ظهرت لك رسالة عندما تضغط على حفظ الفيديو فلا مشكلة في ذلك، فقط تقوم بإغلاق البرنامج وتعيد فتحه. إذا ما رزقك غير صيغ هذا المشهد اللي تزوري بين غواد الأول منيح إلا بعدا إلا غاية لبيتك، دونك خصك تسكر بعدا غير كليسي إلا البيت، تضمز الكاميرا غير كليسي إلا البيت مثلا، تسكر هاي لا تدغ لوحو غنتني دغ هاكا كدا نغلق إلا البيت، تضري غير غير الكاميرا غير غير واخا أسفتو غير فورورد للأمام، كاميرا موفين فورورد مشات هيكا وركم في نفس الاتجاه نظن، واخا سكر هيكا الاتجاه نغي الاتجاه نغي، واخا كاميرا اتجاه نغي شفتو صغيكا صغيكا كاكا مزيان شتي. اذا بالنسبة لطريقة المشي في البرنامج فأنت تحتاج إلى مشهد يعني أنواع من المشاهد التي فيها المشي، فيها المشي تجد كلمة walking في اسم المشهد، غالبا ربما لا يوجد في المشاهد المجانية، المهم تفقدها، ربما تجد